يا أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نواصل مع الإمام البخاري رحمه الله، وكنا في الباب الخامس وهو بعنوان باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه. ووقفنا طويلا حول هذا الباب، وحيث أنه لم يخرج أي حديث فيه ولا أثر. وحقيقة راجعت الأمر في هذا الباب، إذ لم يخرج الإمام البخاري أي حديث فيه، وله أحيانا هذا التصرف أن يذكر عنوانا يسمونه الترجمة دون أن يخرج أحاديث لغاية ما. لكن عندما دققت النظر في هذه الترجمة بالذات، قال أهل العلم، ذكر ابن حجر، أنه انفرد بها أحد الرواة عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري. الرواة عن البخاري كثر، رواة الصحيح عن البخاري كثر، أشهرهم ثمانية أعلام رووا صحيح البخاري عن الإمام البخاري. أشهر هؤلاء الأعلام الثمانية أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري، وقد سمع صحيح الإمام البخاري من البخاري مرتين أكيد، وبعض العلماء يذكر أنه سمعه منه ثلاث مرات، وبالتالي وكان سماعه له متأخر، يعني المرة الثالثة في السنوات 252 53 54، والبخاري توفي 256. فرواية الفربري من أوثق الروايات عن الإمام البخاري، وعاش بعده طويلا إلى 320 هجري، يعني أكثر من 60 سنة بعد وفاة الإمام البخاري وهو يحدث بصحيح الإمام البخاري. فحمله عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري حمله كثر أيضا، منهم 17 علما هم أشهر هؤلاء الذين حملوا صحيح البخاري عن الفربري عن البخاري. منهم على سبيل المثال ممن حمل عن الفربري يذكرون ابن السكن والمستملي والكشميهني والكشاني. الكشاني ممن طبعت روايته مؤخرا، وقال هو آخر من روى عن الفربري، وتوفي 391. أحد هؤلاء 17 الذين روى عن الفربري هو العلم أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي المشهور بابن حموية، أو يقولون الحموي، بعض النسخ تطبعها الحموي. فأنا قلت والله كويس يكون في واحد من تلاميذ البخاري الحموي، يعني نسبة إلى بلدنا حماة. بعدين نظرت قلت يا أخي شو علاقة حماة بالإمام البخاري ببخارى بخراسان؟ شو معقول يعني في واحد من حماة راح هاجر لهنيك وسمع صحيح الإمام البخاري؟ لا، هو ضبطه الحموي، أو أصله حموية على وزن راهوية، سيبوي أو سيباوي وهكذا. فهذا الراوي عن الفربري اللي هو أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي، وقد تطلق أو تنطق السرخسي، لكن كأن الأشهر بفتح الراء السرخسي، هو انفرد بهذه الترجمة ولم يذكرها غيره، ذكر ذلك ابن حجر. فقال ابن رشيد محمد ابن عمر الفهري من علماء المغرب، وله أكثر من كتاب له علاقة بصحيح الإمام البخاري، توفي 721، له كتاب السنن الأبين في المحاكمة
بين الإمامين في السند المعنعن، السنن الأبين في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. يعني هذه مسألة من المسائل الدقيقة، أنه إذا قال الثقة عن فلان، ما قال حدثنا فلان، قال عن فلان، متى يكون متصلا ومتى لا يكون متصلا؟ ففي وجهات نظر بين الإمامين البخاري ومسلم في هذه القضية، قد يأتي وقت نتكلم بشيء من التفصيل فيها. فكتب كتابا في ذلك، السنن الأبين في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. وله كتاب آخر، إفادة النصيح أو إفادة الفصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح. يعني ما هي أسانيد جامع الإمام البخاري؟ إفادة الفصيح بالتعريف بسند الجامع الصحيح. لعله في هذا الكتاب أشار ابن رشيد أنه لعلها كانت رقعة منفردة فأهملها الباقون، يعني بمعنى آخر في شك أن هذا العنوان هل كتبه الإمام البخاري أم لم يكتبه، إذ انفرد بها راو من جملة رواه، أو أنه كتبه ثم أهمل ذلك، أي لم يخرج تحته أي حديث، لأنه مثلا لم يجد ما يقتضي ذلك، الله أعلم بحقيقة الأمر. لذلك نحن وقفنا طويلا المرة الماضية حول هذه القضية، أنه هل يقال باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه؟ فأحب أن أعود قليلا إلى هذه القضية. أصل الانتقام في اللغة إنكار وعيب باللسان أو تعذيب لعقوبة بالفعل، يعني قد تكون بمعنى التعذيب والعقوبة، وقد يكون بمعنى الإنكار باللسان إنكارا شديدا. وذكر العلماء بعض الآيات التي وردت في ذلك في غير حق الله أو فيما يفعل بعض الناس ببعض، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أو قوله تعالى هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، الآيات الكريمة في ذلك. لكن احنا ذكرنا أنه ما يكون من قحط أو ما يكون من مرض أو ما يكون من بعض مظاهر كونية في هذا الكون في أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالذات بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هي في الأعم الأغلب من باب الابتلاءات وليس من باب العقوبات. وقد يكون بعضها جزئيا من باب العقوبة، لكن الأساس فيها الابتلاءات. من أين بنينا ذلك؟ نحن رأينا مثلا أو نرى قوله تعالى، وطبعا ذكرنا هذا حتى لا نعمم الخطاب، وهذا هو الحذر في الموضوع، أنه كل ما رأينا إنسان مريض الله بيعاقبه، كل ما نزل قحط في بلد الله يعاقبهم. طيب ممكن واحد يقول لي الآن القرن الإفريقي فيه جفاف، ما وجه العقوبة له؟ الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. لكن إذا من نفسر هذا الشيء أنه عقوبة، فأنت بتقول لا والله العقوبة تنزل في يهود اليوم أو لا، ولله الأمر طبعا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن نحسن فهم ما يكون، لأنه عندما نحسن فهم ما يكون نحسن التصرف أيضا، وأنها آثار سلبية خطيرة جدا، بينما في أمم أخرى آثار أقل سلبية. إذا من هنا يجب، أو يعني لا نعمم الخطاب في هذا، أن كلما نلاحظ شيئا نفسره أنا على أنه من وجه العقوبة، بل التفسير الأعم هو أنها من أبواب الابتلاءات، أي اختبارات وامتحانات في هذا الوجود. مثلا قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم في سورة النحل، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا شك في أجل في النهاية لهؤلاء الأمم. أيضا في قوله تعالى في سورة فاطر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أيضا لو استقرأنا الآيات التي ورد فيها اسم الانتقام المنتقم لله سبحانه وتعالى
نلاحظ هذه المعاني مثلا في حق من جاء الانتقام في سورة آل عمران: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إذن في حق الكافرين انتقام، عقوبة ينتقم بها سبحانه. لكن متى؟ هل قال في الدنيا؟ ممكن، لكن ليس أكيد، أو ليس فقط، أو ليست هي الأصل. لأن عذاب الدنيا مهما تضاعف لا شيء، لا شيء بالنسبة لعذاب الآخرة. أيضا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. أي كفارة، إذا اعتبرنا نسميها عقوبة بمعنى الكفارة يكفر بها عن ذنبه، ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. في أي سياق جاء إنسان مصر على انتهاك حرمة البيت الحرام بأن يقتل الصيد في البيت الحرام وقد جاءه النهي والوعيد والتحذير من الله سبحانه وتعالى، جعل الله حرمة لهذا البيت من دخله كان آمن، إنسان أو طير أو أي نوع من أنواع الصيد، فيصر على هذا الأمر. إذن والله ومن عاد فينتقم الله منه. وأيضا لو قلت هل هذا الانتقام في الدنيا أو في الآخرة، النص لم يحدد ذلك في هذا الجانب. أيضا عندما نأتي إلى آية أخرى في سورة إبراهيم: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. إذن في قوم شديدو أو شديدي المكر في حق الإسلام والمسلمين. لكن نكمل الآيات: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن متى يكون هذا الانتقام؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يعني ما في نص أنه هذا الانتقام آني بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قبل بعثة محمد قد عوقبت أمم عقوبات كاملة بأن أزيلت وأنهيت، لكن نحن عم نحكي بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا نكمل الآيات: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، إلى أن يقول سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يؤخرهم. فإذا الحديث عن الانتقام هنا في الآيات عن ما سيكون من انتقام الله من هؤلاء المجرمين الظالمين، وصفهم بالإجرام ووصفهم بأنهم ظالمون. أيضا عندما نأتي إلى آية في سورة الزمر: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. أناس أيضا يضلون الناس، قوم يضلون الناس عن هدي الله سبحانه وتعالى، ينتقم الله. فلا شك أن الله ينتقم من الظالمين والفاسدين والمجرمين والقتلة، لكن السؤال عن أي انتقام يتحدث القرآن الكريم؟ بتلاحظ أنه في ربط بالآخرة، وأن الانتقام الحق والذي يسمى انتقام والعقوبة التي تسمى عقوبة هي التي تكون في الآخرة، وهي الأخطر وهي الأعظم وهي الأشد وهي الأدوم. أما عقوبات الدنيا فقد يكون بعضها تذكير، وقد يكون بعضها ابتلاء، وقد يكون بعضها عقوبة جزئية، وقد يكون بعضها تأديب، وقد يكون بعضها من الابتلاءات رفع أجر وهكذا. فلا نعمم الخطاب ونحن نتكلم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مثلا جاء قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا معنى التأديب في هذه العذابات أو الابتلاءات أو الاختبارات، لعلهم يرجعون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يهتدون، لتقوم الحجة عليهم. أما العقوبة التي يستحقونها من أصر واستكبر وعاند فتلك عند الله مدخرة لهؤلاء وأمثالهم. نسأل الله أن ينتقم دائما من الظالمين وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، والله أعلم. وبهذا نصل إلى الباب السادس
عند الإمام البخاري في كتاب الاستسقاء: باب الاستسقاء في المسجد الجامع. بهذه الترجمة عنون الإمام البخاري، وكأنه يمهد لعدة أبواب في هذا المعنى، وأنه لا يشترط في صلاة الاستسقاء أن تكون لها صلاة خاصة، ولا يشترط لها أن تكون لها خطبة خاصة، ولا يشترط لها أن تكون في المصلى، وأنه يمكن أن تكون في المسجد الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة. وسيأتي أكثر من باب يبين فيه أنه يمكن أن تكون دعاء في أثناء الخطبة، وأنه تكون من غير صلاة خاصة فيجزئ عن ذلك صلاة الجمعة، ولا تحتاج إلى خطبة خاصة فيجزئ عن ذلك دعاؤه في خطبة الجمعة. وسيخرج عددا من الأبواب في هذا الشأن. الحديث الذي أورده الإمام البخاري هنا هو حديث أنس، سنقرأه طبعا، في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر، وقال: يا رسول الله، هلكت العيال وهلكت المواشي إلى آخر ذلك. هذا الحديث أيضا خرجه البخاري عدة مرات، يمكن نسيت أن أحصي كم مرة، لكن أقل من 10 ربما قليلا، في كتاب الاستسقاء. يعني كتاب الاستسقاء عمدته عند الإمام البخاري حديثان: حديث عبد الله بن زيد الذي مضى من قبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستقبل القبلة وقلب رداءه ودعا وصلى ركعتين، وخرجه تقريبا 9 مرات في كتاب الاستسقاء. وأيضا هذا حديث أنس. حديث أنس هذا مشهور جدا عن أنس، يعني في الصحيحين على الأقل رواه عن أنس 6 من الثقات، ومنهم شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وقتادة بن دعامة، وثابت البناني، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وحفص بن عبيد الله بن أنس. الشاهد أنه مشهور جدا من طريق أنس. وأيضا هذا الطريق، طريق اللي منا نقرأه الآن، هو طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر. هذا الطريق أيضا رواه عن شريك عدد، منهم مالك بن أنس، ومنهم إسماعيل بن جعفر، ومنهم الرواية التي عندنا هنا أنس بن عياض أيضا. إذن هي مشهورة في الطبقة الثانية والثالثة وهكذا. إذن هو حديث يسموه العلماء مشهور، وإن كان لم يروى بهذا اللفظ إلا من طريق أنس رضي الله عنه. البخاري بدأ هذا الحديث برواية شريك، لأن ما قرأنا الحديث واستمهيد، يعني بدأ الحديث أو هذا الباب برواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر. لماذا بدأ بها وكررها أكثر من مرة في كتاب الاستسقاء؟ الحقيقة لبعض أهل العلم نقد على شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي الليثي، إذ وثقه بعض أهل العلم، يعني قالوا ثقة مثل ابن سعد أو داود، لكن ابن معين والنسائي قالوا لا بأس به، بينما جاءت رواية عن النسائي قال ليس بالقوي. الشاهد هو لم ينفرد، لا شريك انفرد عن أنس، وعن شريك عدة روايات، إذن لن يكون هنالك إشكال في أن بعضهم انتقد شريك. لكن هم لماذا يذكرون قصة شريك ويركزون عليها؟ شريك أحد الرواة عن أنس الذين رووا حادثة أو معجزة الإسراء والمعراج، فوقع كما قال ابن حجر في حديثه 11 مخالفة، ومخالفات ليست بالهينة، لما رواه الثقات الآخرون. مثلا عندما يقول في روايته يذكر أماكن الأنبياء الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرهم على خلاف ما ذكره غيره من الرواة، ويذكر الأنهار التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الجنة فيذكرها على أنها في السماء الثانية، ويذكر سدرة المنتهى التي هي غاية ما انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج فيجعلها في السماء السادسة، وأيضا يذكر في قوله تعالى ثم دنا فتدلى، نحن نعرف أن الذين دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال دنا الجبار فتدلى.
ونعلم أن رحلة الإسراء والمعراج هي رحلة بالروح والجسد، لكنه قال واستيقظت وأنا بالحرم، يعني جعلها كأنها منام. هذه المخالفات من شريك وقد أخرجها الإمام البخاري في صحيحه هي التي جعلت بعض أهل العلم أنه يتأنوا، خلينا نقول هالتعبير هذا، يتأنوا شوي عندما يأتي شريك برواية ربما انفرد بها أو ببعض ألفاظها. طبعا بجوز تقول لي طيب إذا كان عنده كل هذه المخالفات لماذا يخرج البخاري وحديثه؟ ألا مسلم في هذه النقطة، في هذه النقطة، مش خطاب ليس فيه تعميم، في هذه النقطة أو في هذا الحديث، أقصد حديث الإسراء والمعراج، كان حذرا في رواية شريك، فإنه جعلها مؤخرة في الباب، وهذا من عادة مسلم أن يؤخر بعض الأحاديث التي فيها إشكال، ولم يذكر المتن، ذكر السند ثم قال وزاد وقدم، أو وزاد وأنقص وقدم وأخر، إشارة إلى أنه في بعض العلل بسموها في رواية شريك. اللي من اللحظة الآن أنه الإمام البخاري كان حريص كما في رحلة الإسراء والمعراج على أن يأتي برواية شريك، وهنا كان حريصا أيضا على أن يأتي برواية شريك. يمكن يكون لذلك أكثر من تفسير، أحد التفسيرات أنه هو واثق من شريك هذا وكأنه يقدم روايته أو يثق به على الأقلين. وطبعا نحن لا نقول أنه لا يوثق بروايته، لكن إذا انفرد وخالف فأكيد لن تكون روايته هي المقدم. هنا في حديث الاستسقاء إحدى الروايات رواية شريك وركز عليها البخاري في عدة مرات، حقيقة انفرد أيضا ببعض الألفاظ التي لم تكن عند غيره. فبعض أهل العلم يرون أنه لعل الإمام البخاري تعمد رواية شريك ليبين لنا الألفاظ التي انفرد بها شريك عن غيره، من باب الفائدة من جهة، ومن باب أن نقف على حقيقة الرواية متكاملة من جهة أخرى. وحقيقة لن نستطيع أن نقف على رواية أنس في هذه القصة كاملة، قصة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، إلا إذا جمعنا كل ألفاظ الحديث المتعددة جدا والكثيرة جدا، لكن بنحاول نلخصها ما أمكن في ذلك. نبدأ رواية الحديث إذن رقم 1013. قال الإمام البخاري حدثنا محمد. البخاري مو دائما بيبين من هم هؤلاء الأعلام ويتركها لنباهة القارئ أو الدارس، وبعد المراجعة يرجح أنه محمد بن سلام البيكندي أبو عبد الله البخاري. هذا من بخارة، من شيوخ بخارة الذين من أوائل من تلقى عنهم الإمام البخاري الحديث، لأنه شيخ بلدته. أبو عبد الله أيضا لقنيته محمد بن سلام البكندي. قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر. يعني رأيت أنه عند كل فقرة نقف قليلا في هذا الموضوع. قال أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا، الروايات تعددت في ذلك. رواية إسحاق مثلا تقول أصابت الناس سنة، يعني قحط، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطب في يوم جمعة قام أعرابي. هنا أن رجلا، هناك قام أعرابي. طيب هذا الأعرابي قام، كان في المسجد وقام ولا دخل والنبي يخطب؟ في رواية أنه دخل من باب كان وجاه المنبر، مقابل للمنبر، وفي رواية لأنه كان في المسجد وقام، وكلتا الروايتين كلها من طريق أنس رضي الله عنه. في رواية أنه قال أعرابي من أهل البدو، إحدى الروايات. لحد هنا يعني الروايات متقاربة، الفرق أنه هل قام ولا دخل. لكن جاءت رواية ثابت عن أنس أن الناس قاموا، النبي عم يخطب صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الناس قاموا فصاحوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. يعني هنا بتساءل أنه الإنسان يقوم الصحابة
وهكذا في خطبة الجمعة ويصيحون، يعني يرفعون أصواتهم بقولهم إنه يا رسول الله كما سنرى هلكت المواشي وانقطعت السبل إلى غير ذلك. إذن هي رواية ثابت فيها تفرد بهذه اللفظة. ألا بعض العلماء حاول أن يجمع أنه لما دخل هذا الرجل وقال ما قاله طالبا الاستسقاء كأن بعض الحاضرين أثنوا وثنوا على كلامه كما قد يحصل أحيانا، نعم يا رسول الله قد يكون الأمر كذلك، يعني حتى نجمع بين الروايات في ذلك. من هذا الرجل الذي دخل لم يعرفه أهل الحديث، إنما شكوا في بعض الروايات أنه قد يكون رجل اسمه كعب بن مرة، أو أنه لما جاء وفد من بني فزارة بعد غزوة تبوك وكان فيهم خارج بن حصن وهو أخو عيينة بن حصن، وأنهم أتوا على إبل عجاف فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يغيثهم. هل هي حادثة أخرى أو ذات الحادثة؟ أحيانا هذا اللي بيسموه المبهم في الروايات، يعني من هو لا يترتب عليه كبير أمر، ولذلك ربما لم يرد بسند صحيح في ذلك. من انفرادات، أنا بدي أحاول أذكر انفرادات شريك هنا، من انفرادات شريك في هذا الحديث هذه اللفظة: من باب كان وجاه المنبر، هذا انفرد بها شريك، لأنه في رواية لشريك أيضا: من باب كان نحو دار القضاء. كلتا الروايتين لشريك وانفرد بها، بينما في رواية أخرى ما قال من باب وجاه المنبر، قال دخل أو جاء عربي وجاء المنبر. شوف كلمة وجاء آخرها إما همزة وإما هاء، فالهاء تجعله وجاه المنبر والهمزة تجعله جاء إلى المنبر، بينما رواية أخرى لا، أن الذي كان عند المنبر هو أنس، وهذه سيأتي ذكرها. طيب في رواية إذن: من باب كان نحو دار القضاء. طيب ما هي دار القضاء هذه؟ حقيقة بعضهم ظنها أنها دار الإمارة، ولكن بعضهم قال هي كانت لعمر رضي الله عنه فأوصى ببيعها وقضاء دين عليه بها، فآلت لمعاوية رضي الله عنه واشتراها، وربما استخدمها بعد ذلك في الدواوين وبيت مال المسلمين، فمن ثم سميت دار القضاء، أي لقضاء دين عمر بها. بعضهم قال لا، هذه كانت خوخة أبي بكر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسد كل الأبواب إلا باب أبي بكر، وأنه اشتراها مروان بن الحكم، وحيث أن مروان الحكم أصبح أميرا على المدينة فيما بعد فظن أنها هي دار الإمارة، أو أنها الدار التي اعتزل بها عبد الرحمن بن عوف حتى قضى أيام الشورى فقيل دار القضاء، يعني لم يجزموا لما سميت دار القضاء. طبعا هي ليس مما يترتب عليه كبير أمر، لكن هي دقة العلماء في رواية هذه الروايات. إذن من باب كان وجاه المنبر أو وجاء المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. في رواية ثابت أن أنسا قال: وإني لقائم عند المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. الآن تنصيص ثابت عن أنس: وإني لقائم عند المنبر، يعني كأن سائل يسأل لماذا روى هذا الحديث أنس من بين كل الصحابة أنه كان قريبا من المنبر شهد تفاصيل الحدث فنقله لنا كما شهده. وطبعا في هذاك الوقت كان شابا معروف عمر أنس في ذلك الوقت، وعلماء الحديث عموما بيحبوا يركزوا على هذه القضية، قضية أن الصحابي أو لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى ركعتين، اختلف الصحابي صلى أم لم يصلي، فابن عمر اجى على مين؟ على بلال: أنت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة، صلى ولا ما صلى؟ قال له صلى ركعتين. فإذا من هذا الباب يعني يحبوا أن يروا علامة تدل على دقة الرواية في ذلك. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب،
فاستقبل، أي هذا الأعرابي، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل. في رواية يعني قال: هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. في رواية تفصل أكثر: هلكت المواشي وانقطعت السبل. في رواية: هلك الكراع، هي كناية عن السلاح أو عن الخيل الذي يعد للقتال، أو الخيل الذي كان ساقه دقيق يعني ضعيف نحيل، تطلق على هذا وذاك. وفي رواية: هلك الناس، هنا هلكت المواشي انقطعت السبل، في رواية: هلك الناس. رواية إسحاق: هلك المال وجاع العيال. في رواية شكا رجل هلاك المال وجهد العيال. كل رواية تؤكد القضية الكبيرة التي عاشها الناس في ذلك الوقت. قال: فادعوا الله يغيثنا، بمعنى أن يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. زادت رواية: ورفع الناس أيديهم. هنا ليس في روايته ورفع الناس أيديهم، في رواية غيره. الآن زاد شريك من الزيادات التي زادها شريك: حذاء وجهه. رفع يديه حذاء وجهه، أي ما يقابل وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. بينما في رواية أخرى أيضا عن أنس: حتى رأيت بياض إبطيه. إذن ممكن يكون في البداية رفع يديه حذاء وجهه، ثم مع الدعاء مرة بعد مرة فرفع يديه أكثر صلى الله عليه وسلم في الدعاء. فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، يعني في نفس الخطبة، كأنه قطع الكلام عن الكلام الذي كان يتحدث به عليه الصلاة والسلام ودعا: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. غير رواية شريك تذكر مرتين. شوف دقة العلماء في التفريق بين الروايات. رواية ثابت مثلا قال مرتين، رواية شريك ثلاث مرات. إذا لحد الآن اختلفت رواية شريك عن غيره في أمرين: وجاه المنبر ولا وجاء المنبر، ولا كان في المسجد وقام. والأمر الثاني إنه هل دعا ثلاثا أو مرتين. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، يعني ما في أثر لقطعة السحاب نهائيا. هذا المعنى جاء في عدة روايات، لكن زادت رواية شريك اللفظ الآتي: قال: ولا قزع ولا شيء، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. جبل سلع هو شمال المدينة المنورة، وبعيد الآن بعد التوسعة تقريبا نصف كيلو متر، وهو جبل بالشمال باتجاه الشمال إلى الجنوب، طوله بحدود كيلو متر أيضا. وكان الخندق خلفه لما حفر الخندق من جهة الشمال، لأنه من جهة الغرب كانت هنالك حرة واقم أو حرة واقم، ومن جهة الشرق أو من جهة الشرق حرة واقم، ومن جهة الغرب حرة الوبرة، يعني أرض ذات رمال وحجارة سوداء كثيفة لا تستطيع الخيل أن تطأها. ومن جهة الجنوب بساتين ومزارع أيضا يصعب حركة الجيش فيها، فما كان مكشوف من جهة المدينة إلا جهة الشمال في حدود فرسخ، يعني 5.5 كيلو تقريبا. فحفر الخندق فيها في نحو 6 أيام على عرض تقريبا 4 متر أو 3 متر وعمق 4 متر تقريبا. فهو يذكر أنه ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني بيقصد ما بيننا شيء يحجب الرؤية في السماء، حتى إننا نرى إلى جهة جبل سلع بهذاك الوقت تقدر تقول على بعد كيلو متر، وما بيننا شيء يحجب الرؤية، وأنه ليس في السماء شيء يدل على أثر مطر لا من قريب ولا من بعيد. قال: فطلعت من ورائه، وهذا سر ذكر سلع هنا، ويقال سلع يعني تأتي بالفتح وبالسكون. فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، يعني عبد الماء أو مظللة أو نحو ذلك. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. طبعا في رواية لشريك: وإن السماء مثل الزجاجة، يعني الأصل أنه كانت صافية. هذه الألفاظ مما زادتها رواية شريك على غيرها من الروايات، لكن معناها تقدر تقول أنه موجود عند الروايات الأخرى.
أنه يريد أن يفصل كيف كانت السماء صافية جدا. هلا وقف العلماء عند قوله والله ما رأينا الشمس ستة، ورواية أخرى عن شريك عند مسلم ما رأينا الشمس سبتة، والفرق بين الست وسبت نقطة كما يقولون. لكن هذا حير العلماء شو معنى سبت وشو معنى ست. هي ستأتي روايات أخرى أدق وأوضح وأصوب وموافقة للواقع، مثلا رواية قتادة فدعا فمطرنا فما كدنا نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة، يعني من الجمعة إلى الجمعة. وفي رواية إسحاق حتى ثار السحاب أمثال الجبال حتى رأيت المطر يتحدر عن لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا حتى يوم الجمعة الأخرى، وعدة روايات تذكر أنه نعم المطر نزل في لحظتها ومن الجمعة إلى الجمعة. فما معنى قولهم ستة أو سبتة؟ الأيام المطر كانت ثمانية، فإذا اعتبرنا أنه أول يوم الجمعة من أوله مو محسوب وآخر يوم الجمعة من آخره ما محسوب، فطلع يوم الجمعة واحد يصيروا سبعة، فكيف كانت ستة؟ قالوا لا هي سبتة، حرفها بعض الرواة إلى ستة، وآخرون قال لا هي ستة وحرفها بعض الرواة إلى سبتة. على كل حال كلمة سبتة حقيقة قد يقال أنها يقصد بها الأسبوع. طب ليش يعبر بسبتة؟ ما قال نحن التعبيرات اليوم شو منقول؟ جمعة، أي أن الجمعة أخذت من أول الأسبوع إلى آخر الأسبوع. قال والله هذا كان مصطلح عند اليهود فيعبرون عن الأسبوع بالسبت سبتة، وأن ربما بعض الأنصار استخدم هذا المصطلح، وأنا أستبعد مثل هذا المعنى في التأثير. هذا بيسموه أثر المصطلحات وتميز الأمم بمصطلحاتها. عمرك سمعت واحد مسلم بيقول عن الأسبوع سبت من سبت إلى سبت أو سبتا؟ منقول جمعة كناية على أنه استمر أسبوعا كاملا. فأن يقال إن والله هذا تأثر باليهود وأخذوه من اليهود كمصطلح، يعني قد يكون في ذلك بعد، لكن بعضهم ذكر أو بعضهم قال كان يطلق كلمة ستا أو سبتا على قطعة من الزمن. إذن الأصح في هذا ما قال الرواة الآخرون من الجمعة إلى الجمعة والله أعلم. طيب مطرنا، ومثل ما ذكر قتادة وغيره حتى ثار السحاب أمثال الجبال حتى رأيت المطر يتحدر عن لحيته صلى الله عليه وسلم، وفي كما ذكر هو في روايته شريك فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال والله ما رأينا الشمس ستة سبتة أسبوعا، كلها بمعنى واحد في النهاية. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. هناك في البداية قلنا اختلفوا هل قام رجل ولا دخل رجل، هل قالوا أعرابي ولا قالوا رجل. هنا نفس القضية بصراحة، حصل خلاف بين الرواة. رواية تقول ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، رواية تقول ثم دخل ذاك الأعرابي نفسه يعني، وفي رواية تقول ذاك الأعرابي أو غيره. فبعضهم يقول يمكن أنس في البداية كان متشككا هل هو نفس الرجل ولا غيره، وبعد ذلك لعله جزم أنه لا هو نفس الأعرابي، لكن في رواية أنه سئل أهو قال لا أدري. فإذا هي روايات بالمعنى غالبا أنه دخل رجل، قد يكون هو نفس الرجل وقد يكون غيره والله أعلم. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، في رواية فأتى الرجل. إذا أخذنا رواية فأتى الرجل معناته نفسه، إذا أخذنا رواية ثم دخل رجل معناته ممكن يكون شخص آخر، وكذلك رواية ذاك الأعرابي معناته نفسه أو ذاك الأعرابي وغيره، فصار عندنا عدة روايات في هذا الجانب. ماذا قال هذا الأعرابي؟ قال دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما، يعني استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هنالك هلكت الأموال وانقطعت السبل بالقحط، واليوم هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب كثرة المطر. في رواية إسحاق تهدم البناء وغرق المال،
في رواية ثابت أنه لما كان يخطب صاحوا، نفس اللي بدأ به ثابت أنه صاح الناس يا رسول الله هلكت الأموال هلكت المواشي، أنه في الأسبوع الثاني كذلك أن الناس هم الذين صاحوا. هذه الرواية ثابت مصر على كلمة أن الناس هم الذين صاحوا، ما ذكر الأعراب نهائيا. فمثل ما قلنا لعل الجمع في ذلك أنه الناس فنت على كلام هذا الرجل. والصياح هنا مش بمعنى الضوضاء بالضرورة، وأن بمعنى رفعوا أصواتهم ليذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. صاح هدمت البيوت وانقطعت السور، فادعوا الله أن يحبسها. وفي رواية فادعوا الله أن أو فادعوا الله يمسكها أو يمسكها، فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، طبعا في رواية فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأحوالهم قبل أسبوع عما تطلبوا الغيث والآن عما تطلبوا أن يرفع الغيث، فتبسم لذلك، وهذا من كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. إلى هذا الحد الروايات متفقة، لكن زاد شريك في روايته اللهم على الآكام، آكام يعني التلال المرتفعة قليلا، والجبال والآجام، الجبال أعلى من التلال قليلا، الآجام الأجمة يعني الغابة التي يكون فيها شجر من غير زرع، والضراب أيضا أنه بمعنى الجبل المنخفض، والأودية ومنابت الشجر. إذن لفظ اللهم حوالينا ولا علينا جاءت في الروايات المختلفة، لكن هذه الزيادات اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر هي من الزيادات التي زادها شريك في روايته. قال فانقطعت وخرجنا نمشي، أيضا بنفس اللحظة. رواية إسحاق تفصل في ذلك، فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وسال الوادي، هنا أكثر من رواية، وسال الوادي قناة شهرا، وفي رواية وسال وادي قناة شهرا، وفي رواية وسال الوادي قناة. فصار إذا قلنا وسال الوادي قناة شهرا، قناة بدل من الوادي، وأنه بيان لما كاسم له يعني. وكذلك إذا قال سال وادي قناة مضاف مضاف إليه، وأن اسمه وادي قناة. لكن إذا قلنا وسال الوادي قناة، وادي منها الأودية، صار كأنه مجرى مياه كالنهر من كثرة الماء. قال ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. في رواية قتادة رأيت السحاب ينقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة، إنه لما قال حوالينا لا علينا إنه بقي في غيث، لكن بالأطراف التي لا يكون فيها ما يسبب مثلا آثار سلبية في هذا الصدد. هنا يقول في رواية قال شريك فسألت أنس أهو الرجل الأول، قال لا أدري، بينما قلنا في بعض الروايات جاء ذاك الرجل أو ذاك الأعرابي أو ذاك الأعرابي أو غيره. هذه الرواية ببيان بعض الروايات الأخرى الكثيرة في الواقع التي في البخاري ومسلم، وسيكرر البخاري كما قلنا هذه الحديث عدة مرات، لم أحصها لكن مرات كثيرة قريب من العشرة أو أقل قليلا والله أعلم. بعد ذلك العلماء يقفون على بعض فوائد هذا الحديث، وفوائده كثيرة بطبيعة الحال. إذا أحببتم قبل أن نتحدث عن بعض فوائد هذا الحديث الكثيرة، إذا في بعض الأسئلة أو بعض الحوار أو بعض التعقيب على ما مضى فنستفيد منكم جميعا إن شاء الله تعالى. تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. ورحمة الله. نعم. نعم، يعني إذا قلنا اللهم حوالينا لا علينا فيها معنى واحد، وهو أن يتفرق المطر في الجوانب. إذا قلنا لا حوالينا
لا لا علينا، تفرق المطر في الجوارب. لكن إذا قلنا اللهم حوالينا هذا دعاء قائم بذاته، ولا علينا دعاء آخر قائم بذاته، أن لا يكون المطر الذي جاءنا علينا، بل يكون هذا الخير والغيث بكل الأحوال لنا لا علينا. جميل. نعم شريك. نعم يعني بيرجعنا إلى الفكرة التي ذكرتها، أنه كون شريك ثقة، قلنا وثقه ابن سعد وأبو داود واعتمده البخاري، وقال غيره لا بأس به، وقال غيره ليس بالقوي، يعني تعددت أقوال العلماء فيه. فعندما يخالف الثقة الثقات هذا نوع من أنواع الشذوذ. نعم، فنقول شذ شريك، أو بيقولوا معلول كلمة أعم، في أنه زاد كذا وكذا وكذا وخالف في كيت وكيت. نعم، هذا أحد النماذج اللي ممكن تعتبر على العلة بشكل عام، أو على نوع خاص من العلل وهو المخالفة التي قد يسميها البعض شذوذا إذا خالف من هو أوثق منه. تمام. إذن تفضل الشيخ مصطفى. نعم، لا هو لا شك أنه يعني بيسأل عن قضية قوله مطرنا من جمعة من الجمعة إلى الجمعة فقالوا تهدمت العيال أو كذا، لا شك هو هذا قد يكون حصل خير كثير وجود عظيم، فلشدة هذا الجود حصلت بعض الأضرار الجانبية، وهذا من الفوائد التي سنتكلم عنها، أنه أحيانا قد يأتي الله بالنعم، ومن نعم عن نعم بعض الابتلاءات والاختبارات، فكيف يكون موقفك أيها المؤمن؟ هذه بعض القضايا اللي وقف عندها المحدثين، وهو دعا بالغيث عليه الصلاة والسلام. ونحن نعرف بلغة القرآن الكريم المطر يقال في حق ما يكون فيه عذاب، والغيث يكون في حق ما فيه رحمة وخير. لكن هنا استخدم لأن الراوي الذي استخدم وليس النص النبوي، الراوي استخدم لفظة مطرنا، وقد تأتي بمعنى مطرنا كما قال في حديث مطرنا بفضل الله وبرحمته، إذن يعني تحتمل المعنيين وهو نزول الغيث. لكن في الاستعمال القرآني المطر أمطرنا عليهم حجارة من سجيل، لكن باللغة يجوز. فكونه يرافق ذلك بعض ما يكون من أذى، دعنا نقول هذا نوع من الابتلاء والاختبار، كيف تتعامل معه سنقف عندها إن شاء الله تعالى. ولذلك هل اليهود على سبيل المثال، وهذا تحذير لنا أن نكون كيهود نرفض نعمة الله تعالى. اليهود ماذا قال الله في حقهم؟ وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم منا والسلوى، من يعني ما يشبه بسموه الصمغ أو نوع من أنواع العسل بيخرج على الشجر، وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى نوع من أنواع الطيور، بركوا اللحم حلاوة دائما، ما عجبهم فرفضوا نعمة الله تعالى. قالوا يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما لن نصبر، يعني مش إنه قالوا نصبر وقالوا شكرا يا رب، ولكن يا رب زدنا كذا وكذا مثلا، ما في أدب. فقالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وصيدها. قال أتستدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، رفضوا نعمة الله. فهنا نحن نكون حذرين أنه بتجي النعمة، وكل نعمة قد يكون معها ابتلاء، معك مال أنت مبتلى فيه، تخرج زكاته ولا لا، معك مال بجزء بالمقابل ربنا يختبرك بولد من أولادك، معك علم، معك أي شيء، ولكن في الجانب آخر دنيا هذه، فقد يكون فيها من الحكم ما يمكن أن نقف عنده في هذا الجانب. ما منقول تحولت إلى أذى، لكن كان معها بعض ما قد يكون من الغيث الشديد والمطر مما يختبر الناس فيه في إيمانهم. نعم تفضل. نعم.
هذه مما ذكرت أيضا في الفوائد، أنه طيب النبي صلى الله عليه وسلم شيء شايفه وليش ما دعا. هنا بنتقل فينا إلى مقام اسمه مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى ومقام الرضا، أنه أصحاب المقامات العليا ربما لا يطلبون شيئا من الدنيا فينتظر حتى يأتي بعض الناس فيطلب، فيكون دعاه أثرا عن طلب الناس فقط من باب التحقق بمقام أو كمال مقام التوكل. هو لا يعني أن الذي طلب ليس متوكل، لكن في مقامات في هذا الشأن. لذلك ابن عطاء الله السكندري له كتاب مشكل في ظاهر عنوانه، ولكن لما الواحد بيقرأه بتمعن في حيثياته وتفصيلاته يزول الإشكال. هذا العنوان: التنوير في إسقاط التدبير. أنت تدبر إيش؟ الله هو المدبر يا رجل، أنت لا تدبر لنفسك. وكما ورد عنده في حكمة من الحكم العطائية: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك فلا تقم به. طبعا للعلماء توجيهات لهذا الأمر، أن التدبير الذي هو ليس من اختصاصك، هو ليس من عملك، مثلا النصر في الحرب، أنت اللي بتحقق النصر؟ لا. تشغل نفسك بالنصر؟ لا. أنت شو واجبك؟ واجبك تعد، والأمر كله لله. أما أنا بدي أنا أحقق النصر؟ لا، أنت ما بتحقق النصر، الله اللي بيحقق النصر، وما النصر إلا من عند الله. هل في تناقض بين أن أخذ بالأسباب وبين أن أتبرأ من هذه الأسباب؟ وهذا المعنى. إذا ترك التدبير هنا بمعنى أنك تقوم بواجبك كاملا، ولكن لا تتوكل على عملك ولا على إعدادك ولا على قوتك، وتتبرأ، بل تتبرأ من حولك وطولك وقوتك. فهذا المعنى الذي فسروا فيه أنه طيب ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا، سواء في المرة الأولى أو الثانية، يعني سواء في المرة الأولى في قحط ما دعا حتى جاء سائل فسأل، أو رأى آثارا لهذا الغيث ومع ذلك ما دعا، أنه مقام أعظم هو مقام التوكل حتى يقوم بعض الناس فيسأل. نعم، تفضل يا شيخ. نعم، يعني أخونا بيسأل أنه كونه رافق هذا الغيث بعض ما رافقه مما وصفه الناس، أنه استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه بعد ذلك أن يرفع هذا الغيث بما حصل، أنه هل هي عقوبة تأديب؟ استبعد بداية كلمة عقوبة تأديب نهائيا. كونه طبعا سؤاله، كونهم صحابة، أنه كان عليكم ألا تسألوا، لا، مشروع جدا جدا أن يسألوا، ومشروع جدا جدا أن ندعو الله، وليس في ذلك منافاة لأي مقامات العبودية أو التوكل أو أن فيها شيئا يقتضي أن نؤدب فيها لذاتها، ما في أي شيء في هذا الأمر. إنما هي دعنا نقول من سنن الله في هذا الكون، نحن نراها في كل حياتنا. أنت الله أعطاك في مجال، نفس المجال في بعض المنغصات، ما تركن إلى هذا الشيء ولا تلتفت إليه ولا تهتم به ولا تعلق قلبك في الدنيا، ويبقى قلبك معلق بالله سبحانه. يعني قد يكون ذلك من الحكم والله. أما قصة التأديب هي مستبعدة في هذا المقام، أنه والله هم بيذكروا بعض المربين، خلينا نقول أنه والله فلان في مقامه ما كان له أن يسأل. هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سأل، لكن مع ذلك اعتقادي سألوا بعد إذن من الله سبحانه وتعالى. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فدع الله اللهم الدعاء المعروف، يعني لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إذن بعد إذن من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم، لكن الدعاء هو عبودية في النهاية، عبودية لله سبحانه وتعالى. وسنقف أيضا مع هذه القضايا في بعض الفوائد إن شاء الله تعالى. إذا ما بقي سؤال مش راح ندخل بالفوائد اليوم، فوائد كثيرة وطويلة فمنطول على الإخوة إذا ما في أيضا. تفضل الشيخ. حديث كرر الإمام البخاري في
ما شاء الله عنك، ممتاز. أنا في الفعل ما أحصيتهم لكن كرروا توقعت بعشر مرات. ذكر الأخ أنه هذا الحديث في كتاب الاستسقاء، طبعا الأرقام كلها ضمن كتاب الاستسقاء. هذا الحديث الذي أخذنا أطرافه حاولنا نجمع ألفاظه يعني، كرره البخاري في كتاب الاستسقاء فقط 13 مرة، كل مرة يضع له عنوانا أو يأتي بطريق، وغايته أن يعدد الطرق ويعدد الفقه المستنبط من هذا الحديث. ولذلك نحن بالمرات القادمة ممكن نمر به سريعا، لأنه سنذكر الآن أهم الفوائد وأهم ما يستنبط منه، وذكرنا إشارة إلى الطرق التي فيه والألفاظ التي فيه، فممكن بعد ذلك نمر به سريعا. كحديث عبد الله بن زيد كرره 9 مرات في نفس الكتاب. وهذه شغلة الإمام البخاري في تكرار الأحاديث من أعجب الأعاجيب بصراحة. يعني في ناس انتقدوا عليها، شو هالتكرار الزايد وفي نفس الكتاب وورا بعض؟ لا، هو له منهج في هذه القضايا، دعنا نقول من دقته رحمه الله رضي الله عنه. مسلم قد يكرر في نفس الباب أيضا الحديث هذا، لكن ما في داعي يكرر كل النصوص، بيجيب السند الأول الأصح عنده، الرواية الأصح عنده، ثم بعدين ممكن يجيب رواية ثانية بيذكر طرف الزيادة فيها، وقال في حديثه كذا وزاد في حديثه كذا، يعني كما تقول لخصها أكثر تلخيصا الإمام مسلم لمثل هذه الروايات. فلكل منهجه في هذا والله أعلم. نعم، هو يكون له هدف فقهي وهدف نقدي أحيانا، أن يقارن بين الروايات وما فيها من دقة أو خلاف، وهدف أيضا تعدد الطرق في هذا الجانب. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. لا تدع اللهم لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. آمنا اللهم في أوطاننا واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واجعل لهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأثنا ولا تؤثر علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأهل الفضل والحقوق علينا، وارحم لهم أمواتنا وشهدائنا وأموات المسلمين. اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.